أزمة دبلوماسية أخرى بين إسرائيل وبولندا، فقد تعرض بالأمس السفير البولندي في إسرائيل مارك ميغوروفسكي للبصق أثناء جلوسه في سيارته من قبل أحد المارة. موكلي اعتذر خلال تحقيقاته وادعى أنه لم يعرف أن المركبة تخص السفير بنفسه. مركبة السفير قامت بالتصفير له أثناء ذهابه أمام مبنى السفارة. لا يوجد أي تخطيط أو هدف معين، ولكن في أيام مثل هذه تم تضخيم الأمور. وقد استدعت وارس اليوم السفيرة الإسرائيلية آنا أزاري، وطلبت الخارجية البولندية بتجديد الحراسة على سفارتها في إسرائيل. وتتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في الآونة الأخيرة، يأتي ذلك على خلفية اتهامات إسرائيل لبولندا حول دورها في المحرقة، وتشريع قانون جديد يمنع توجيه مثل هذه التهم لها. وفي شهر فبراير شباط أثارت أقوال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس غضب بولندا بقوله إن البولنديين يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم. وقبل أيام ألغت بولندا زيارة بعثة إسرائيلية إليها من أجل التفاوض حول أملاك اليهود على أراضيها، وذلك بسبب نيتها التركيز في المداولات على القانون الأمريكي الجديد الخاص بتعويض اليهود في دول العالم عن فترة الحرب العالمية الثانية. ويقدم البرلمان البولندي اليوم اقتراح قانون رسمي لمنع عودة الممتلكات اليهودية. ووصف رئيس الحكومة البولندي ماتيوش موروفسكي الاعتداء على سفيره بالعنصري، اعتداء يرمز إلى سوء العلاقات والتوتر بين تل أبيب وورسو.